أني مركي لغو دباقي حالي فيدكي إنو مدحبيناها الصومالية أو نغضي محمد عبد الله فرماجو يا وحاب بقادين وجيدي شعب كودقن عاصمة مقدشو وحانا مقالة مقدش لقدرين بي تاقير لو مجيني مدحبيناها عصوبة الصومالية كلنا إيسو قبن قابيان قلها بواند الصومالية لغونو تاقيري مدحبيناها الصومالية يا وحاو كدعي مقالة مقدشو كلنا كان إيسو قبن قابيان قلها بواند الصومالية يا وحاو قبجوقها فنانين تهوالد وابري سراكيل عيدان أبوانو يمرت شرف كلاه وغورين وحامد شكاه لي أبوان حرسلوح محمد وهلي وآه قدومي كحيقانك قولها أبوانا دا صوماليين وحاونا أمهد عليي بارلمان كاس سيدي أمتالين شعبك صوماليين أبالي أبالي وحان ربائلان هالكا أخاقيرو بارلمان كاس صوماليين وآنكا عدساني إن أمانتا دالكا صوماليا بهل أوكالا اللادو شركه رؤوس كسي دينين بهش رؤوس كردين إني أقبلن بارلمان كصومالي ووجد معلنين حتى أن هالقول هابو أنا صومالي وحلنا بارلمان كصومالي واد بدبادي سن ومد صومالي بارلمان كصومالي هجروا هجوا حليب شيلن كي أي شنشر بيجتاش شركة ستكول شمون تايو شلون بيجا سافو كلا شو بتكاشو شن كوي ما تقلب تمدو شكتي بشير حيدي يقولت كيو شال ما يرخ ده إنه لشو تيا ويلو شغين نفط لشوفه مدينة الشاقني مشارق انت بالله وها شلو ده وقد ابي شعبت كل غير رقيدي اما قربان هيسكا صوصار سيدي بات شعبت وقد اكتين وصمالي يشريت عدو قيدي وشوري قيمية اكتعي شبالة لنا ربي قرن شبك الله ديها هيا يارك شو كده اللي وقد هيا يزمين يمشن ويلو وضب الشعب مده هون شاد لغو كلا قيمين بين نقم وصمالي ومده بيسا ان شاء الله ورماجنا مدني مده كي هركح الله قدنه إلهي وحا كبري إناكي لغو آيوين وزاكدنه dadu suuday kulanka lagu taageeray madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ayaa waxa ka hadlay qaar kamid ah golaha abwaanada Soomaaliyeed waxayna bogaadin u jeediyeen madaxweynaha cusub ee 4 sano ee soo socota kan loogu hambalyeynaya baarlamaanka cusub ee xalaasha ee aqbalay mitaladi macnaha shacabka ama rabitaanka shacabka aqbalay iyo madaxweynaha cusub ay doorteen maxamed abdullahi farmaajo heeriyadii gambiye waaye badan nagu dul gooreeytay gabre iyo waxaan xabasho tusay gala dhogoreyda dhogoreyda gumeysigii dhaxsoonaa waxaan xalay gaarsiiyay hee gumeysigii dhaxsoonaa wixii xalay la gaarsiiyay haa shishayihii gamaylkii helu wali la goohaayo haa kukuyada gadii lagu falaan farax gelyaahe Soomaaliye maanta meesha aan rabay in waayay ashad ugu adigeen ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ka abaal mariyo anaguna abaal u hayna baarlamaanka ma iloobi doono guul baarlamaanka Soomaaliye guul baarlamaanka Soomaaliye maxamed abdullahi farmaajo ayaa waxa uu noqday madaxweynaha cusub ee 4 sano ee soo socota Soomaaliya hoggaamin doona waxaana taageero u muujiyay shacabka iyo askarta Soomaaliyeed abdirashid sandere star tv magaalada muqdisho